اهلا يا منى. مساء الخير. الحمد لله على السلامه يا فرح. الله يسلمك. عامله ايه دلوقتي؟ هي كويسه قوي زي الفل. انا هاخده بس دقيقتين. تعالى انا اسدوه. بص انا هطلب منك طلب. أمور. انا عايزاك تغير لي فلوس. عايزه 50,000 دولار وعايزه عربيه جديده عشان فرح. عايزه اعوضها عن كل اللي راح منها. انت عارف هشام كان بيحبها قد ايه. اعتبري حصل. انا عناي الاثنين. بس انا ليه سؤال عاد؟ ايه هو؟ انت في ايه ولا في ايه؟ ده وقت تفكري في حد غيرك؟ ما انا هعمل ايه دول اخواتي؟ ماليش حد غيرهم خلاص. لا ليكي حد غيرهم. انا عاد انا في الظروف اللي زي دي اعتبريني اخوكي وسندك. انا عارف. حاجة تانية بقى عايز أقولك عليها. أنا عايزك تسافري يا عاد. صدقيني عادتك لوحدك هتخليكي تفكري في حاجات أنا مش عايزك تفكري فيها. يا منعم مش هيحصل لي أوحش من اللي حصل مهما حصل. عندك حق. الحق أنا أغير لك الفلوس. بعد إذنك. اتفضل.